من الصغر انا حليت عيني في عائله وداديه، وتما فين بدا فين تربيت على الوداد من الصغر. علاش بالضبط الوداد مثلا وما اختارتيش الراجل؟ حيت الوداد هي اللي كنشوفها في عيني، حيت كبرت فيها من الصغر وهي اللي كنشوفها في عيني، مو اصلا هي اللي عمرت لي عيني على شي فرخه اخرى. الوداد هذا العام في الطوب، ولكن الرجاء في أسوأ الحالات ديالها. في نظرك انت كوداديه شنو المشكل اللي كاين في الرجاء؟ الرجاء ما نقدر نقول لكم المسيرين، المهم انا ما عنديش علاقه بالرجاء، يعني الوداد اللي كنعرف صافي تبع شي حاجه سميتها الرجاء ولا ديربي جاي. شنو الرساله اللي كتبغي توجهي للرجاء بالضبط والجمهور ديال الرجاء؟ نقولوا الرجاء حنا جايين لكم وغنضربوكم كالعاده.